وفي العاصمة عمان ومدن أخرى تظاهر الآلاف من الأردنيين احتجاجا على البطالة وغلاء الأسعار، مطالبين بإسقاط الحكومة، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة لخفض الأسعار وإيجاد وظائف جديدة. مفترق طرق لا جدال فيه مشى فيه الأردنيون منددين بما آلت إليه أوضاعهم المعيشية بعدما قامت حكومة سمير الرفاعي بإرزاخهم وإرزاخ جيوبهم تحت طائلة من الضغوطات المالية كسابقاتها. مفترق طرق قد يطول إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم كما أكده مواطنون. نرجو أن تكون الحكومة قد أدركت من هذه الرسالة ومن تدخل جلالة الملك أن المواطن الأردني لن يسكت ولن يهدأ له بال حتى تكون هذه الحكومة إما أن تصلح من حالها أو أن ترحل. مطالبنا مؤتمر وطني، رحيل حكومة الرفاعي، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، العودة إلى قانون انتخاب 86 وما تعديلاته، وإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة. القضية الثالثة والمهمة العودة عن سياسات الخصخصة اللي باعت وطننا واستثماراتنا الناجحة. بوق الشعب كما يعرف بهذا مجلس النواب كان حله مطلبا أساسيا على أجندة الثورة والغضب الأردني، فالمجلس كما وصفه الأردنيون أمسى صدى صوت يردد إرادة الحكومة لا مطالب الشعب. شو الظلم هذا؟ أشخاص في الأردن لا يتجاوز عددهم 100,000 يمتلكون المليارات وبعض الناس لا يملكون رغيف الخبز؟ رغيف الخبز الذي يعد قوت أغلبية الأردنيين طالته قبل سنين وحتى الآن أيدي الحكومات بالغلاء، فثارت محافظات الأردن مسقطة الحكومة أنذاك. أما اليوم فالعاصمة قبل محافظاتها ثارت وغضبت من أجل كل سلعة طالتها أيدي الغلاء، وها هم العمانيون ينددون مطالبين بإسقاط حكومة الرفاعي وتأخذ بأيديهم محافظات الأردن بأكملها من الشمال حتى الجنوب. جيوب ثارت من أجلها الشعوب، فالستار لم يكن ليسدل على ثورة غضب معيشي تونسي وعربي حتى فتح ستار آخر هنا، موال فيه المواطنون أنوا لحكوماتهم رفقا بنا وحكوماتهم ترد لا تشكيل ببكيلك يا مواطن. ويبقى السؤال، هل ستكون هذه حجة حكومة الرفاعي كسابقاتها؟ سؤال سيبت فيه تصعيد الأمور أكثر أو إبقاء الحال على ما هو عليه. عماد العضايل، MBC، الكرك. وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري